اهلا بكم. لو انت من مستخدمي خدمه واتساب ويب وعايز تحافظ على خصيتك وتحصل على نفس النتيجه اللي انت شايفها في الصوره قدامك دلوقتي، تابعني يلا بينا نشوف الطريقه. بسم الله. طيب ايه اللي هنحتاجه؟ اللي هنحتاجه حاجتين. اول حاجه الواتساب يتعمل له لينكينج على متصفح كروم، تمام؟ وطبعا لو انت بتستعمل واتساب ويب انت فاهم انا اقصد ايه. تاني حاجة هنستعمل اكستنشن اسمها WA Web Plus for WhatsApp. خلينا نعمل عليها بحث هنا برضو، انا مسطبها طبعا ومجهزها. تمام، هي الأداة اللي في الأول ديت، تمام. أنا مسطبها، تعمل داونلود للإضافة وتسطبها وتعملها انستول وتفعلها. ده شكل واتساب عندي دلوقتي. هنضغط على علامة البلس بعد ما فعلنا الاكستنشن بتاع جوجل كروم WA Web Plus، هيوديني على الصفحة ديت الانهانسمنت. وهنبدأ نعدل في حاجتين، البريفاسي والكاستمايزيشن. في حاجات مفعلة مجاني وفي حاجات بتحتاج اشتراك او سبسكريبشن. اول حاجة بلاي ريسنت مسجز، هنبص على الجزء اليمين من الشاشة، ده هيعمل تشويش على احدث محادثات وصلتك. انا لو تلاحظ اول اتنين عمل تشويش عليهم. بعد كده نعمل بلاير لكونتاكت نيمز، ده هيعمل تشويش على أسامي الكونتاكت اللي عندك. برضو ممكن تضغط هنا زي ما انت شايف كده كله. طبعا كل الأكشنز ديت لو تلاحظ بتروح بالهوفر، يعني شوف أنا هنا هروح هنا لقيت الاسم ظهر والرسالة ظهرت، أول ما الماوس بيعدي عليها بتظهر. طيب بلير كونتاكت فوتو، هتلاحظ برضو هنا اللوجو اللي على اليمين ده هيظهر، هيحصل له تشويش برضو، تمام. بلير كونفرزيشن مسجز، خلينا نروح مثلا على ده، هنا انت شايف الرسائل ظاهرة وكل حاجة. هنروح بقى على الإضافة ونعمل بلير لكونفرزيشن مسجز ونرجع تاني للمحادثة، هتلاحظ ايه ان المحادثة كلها بليرد، لكن انت لما بتعمل هوفر على المسج بتقراها عادي، تمام. نرجع تاني للإضافة والإعدادات، بلاي اوديو مسجز وزاوت انفورمينج ذا سندر، ديت بتعمل تشغيل الرسائل الصوتية بدون ما يوصل للمرسل تنبيه ان هو قراها. يعني فيو ستاتس وزاوت انفورمينج ذا بوستر، ديت بتستعرض الستاتس بتاعت الكونتاكت اللي عندك من غير ما يظهر له ان انت شفتها، يعني تمام. ديسيبل ريد ريسيبيانت البلوتيك، ديت برضو اسمها واضح بس ديت في الباكج بتاعت السبسكريبشن. هايد تايبنج ستيتس، ديت اخفاء حالة جاري الكتابة لما بيبقى شخص انت بتتواصل معاه بيبقى شايف ان انت بتكتب. هايد اونلاين ستيتس، ده اللي هو الوضع الخفي، بيخفي حالة الاتصال بتاعتك. ريستور ديليتد مسجز، ديت بيعمل استعادة للرسائل المحذوفة. ديت ممكن اجربها معاكم دلوقتي، هبعت رسالة على الرقم ده وهحذفها وهوريكم ترجعوها ازاي. خلينا نفعلها الاول وهبعت رسالة من رقم عندي. تمام، انا بعت رسالة، هي دي الرسالة، هقوم حذفها اعمل لها ديليت. انا عملت حذف الرسالة، تمام. هضغط هنا على العلامة بتاعة البن اللي فوق ريستور ديليتد مسج، ديت هيظهر لك الكتابة اللي انت كنت كتبها في الرسالة، تمام. اتمنى تكون واضحة. هنرجع تاني لل WA Plus. enable lock screen، ديت بتعمل باسورد، خلينا نعمل set password. تمام، انا كده عملت تفعيل للباسورد.
على الواتساب ويب، تمام، هعمل ريفريش، اما اجي ادخل هيطلب مني الباسورد. زي ما انت شايف كده طلب مني باسورد، هنروح تاني لبقية الإعدادات. هنيجي بقى لجزء الكاستمايزيشن أو التخصيص. أول واحدة بيعمل تفعيل لللايك بوتون، تاني واحدة بيعمل المسج رياكشن، التفاعلات مع الفايل، تالت واحدة بيعمل انيبل للشات فولدرز. ديت زي ما انت شايف كده انتربرايزز بيرسونال جروب انليميتد، يعني انت لو هنا شلنا الشات فولترز هتختفي، لو ضغطنا عليها هتظهر. انيبل فول سايز اون لارج سكرينز، ده بيعمل زي ما انت شايف كده زي فول سكرين وشرينك تاني للسكرين. انيبل كونتاكت ستيتس، ده بيظهر الحالة بتاعة الكونتاكت. هايلايت اونلاين كونتاكت زي ما انت شايف على اليمين كده اللي هي النقطة الخضراء، بيعمل بيظهرها لك لو هو اونلاين. نوتيفاي مي اباوت اونلاين كونتاكت، دي برضو بيعمل لك نوتيفيكيشن لما بيبقى في حد بقى اونلاين. كيب كونتاكت انفو اوبن، ديت لما تيجي تقف مثلا هنا شات، هنا المعلومات جات الاتصال انت شايفها ديت قدامك تبقى ظاهرة. نيبل كونتاكت انفو ايكون، ديت بتجيب لك معلومات عن جهة الاتصال اللي عندك، هنفعلها ونشوف. فعلها ونروح على مثلا ده، تضغط هنا جايب لك الدولة ايه والبوبيوليشن ايه واللانجوج ايه والكارنسي، فبتبقى معلومات مفيدة لو انت جايلك رسالة من رقم انت مش عارف هو تبع اي دولة او بالنسبة لك شخص مجهول. يعني enable start conversation with non contact، دي لاحظ العلامة اللي على اليمين فوق ديت بتمكنك ان انت لو انت رقم مش متسجل عندك في جهات الاتصال تقدر تدخل رقمه وتشات معاه على طول. تمام، انا شايف ان دي برضو من المميزات الكويسة، يعني من غير ما تعمل له حفظ عندك على الكونتاكت. enable status download button، ديت بتمكنك ان انت تعمل داونلود الستاتس بتاعت اي حد من الكونتاكت عندك. بين unlimited chats، بين unlimited chats ديت بتمكنك ان انت تثبت اكتر من محادثة في اول notification عندك فوق في اول الرسائل. طبعا انت عارف ان الواتساب بيفتح لك 3 بس، هنا ممكن تقدر تضيف اللي انت عايزه كله. هنا مثلا ممكن تضيف الجروب تاني، دي كلها جروبات تقدر تثبتها فوق وتعمل سيف، هتلاقيها كلها بند بقت فوق. طبعا كل الاعدادات ديت بتبقى على مستوى المتصفح بتاعك مش على مستوى الابليكيشن. نيجي بعد كده بقى في البيزنس تولز، ديت بتبقى حاجات محتاجة يعني سبسكريبشن، شوف ممكن تقرا عنها او تشوف لها استخدامات معاك. هنا تقدر تعمل اكسبورت الكونتاكت، برضو ديت محتاجة سبسكريبشن او في النسخة المدفوعة. جزء الاستاتستكس ده بيجمع لك زي معلومات عن الاكونت بتاعك والكونتاكت والشات وكام جروب وكام رسالة اتمسحت. في النهاية بتمنى الشرح يكون مفيد ليكم ويقدم لكم حاجة جديدة، ومنتظر دعمكم بلايك وسبسكريبشن. وشكرا لكم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أشوفكم على خير، مع السلامة.